وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأن فرق الإطفاء التابعة لشركاتها قد قامت بالسيطرة على الحريق في أنابيب الزغوط. هذا وبينت المؤسسة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفرق المختصة التابعة لشركة الواحات قد بدأت بأعمال الصيانة على الخط رقم 3 والتحويلة التي على الصمام، وتقدر المؤسسة تأثر الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يومياً.